ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. أكيد اليوم رح نسلط الضوء أكثر عن موضوع بالغ الأهمية واللي هو موضوع اضطراب طيف التوحد، وأكيد رح تكون عندنا ضيفة مهمة جدا رح تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع اللي هي دكتورة ميديا عبد الخالق عثمان، متخصصة في اضطراب أو النفسية خلينا نقول. فأهلا وسهلا فيكي، شرفتنا في نسمات زاغرس. تسلمي، شكرا. صباح الخير من جديد. صباح النور، وشكرا لقناة زاكروس لاستضافتي مع نسمات زاكروس، وأرجو أن تكون كلماتي كنسماتي جبل زاكروس على قلوب المشاهدين. شكرا جزيلا لكلماتك الحلوة، ما شاء الله عليك دكتور. خلينا نبدي معك من البداية، ما هو اضطراب طيف التوحد؟ كيف يتم تشخيصه؟ صح، أنا طبعا أنا استشارية الصحة النفسية في قسم التربية الخاصة في كلية التربية جامعة صلاح الدين، وبحكم يعني توغلي رجوعي من بلاد برا في الدراسات العليا كنت في قسم التربية الخاصة متخصصة، يعني درست اضطراب طيف التوحد كاضطراب من الاضطرابات لذوي الاحتياجات الخاصة في كلية التربية. فإذا يعني أنا استشارية في التوحد مدة خبرتي أكثر من 10 سنوات. جميل. في هذا المجال، وكانت حافلة ب يعني دورات وتخريج طلاب من كلية التربية، لذا أكاديمية وتقريبا يعني في مدربة وإرشادية في مجال التوحد. هذا كتعريف لنفسي. أما بالنسبة لاضطراب طيف التوحد، فيعني الجمعية الأمريكية للطب النفسي عرفت اضطراب طيف التوحد بأنها اضطراب نمائي عصبي، بأنه اضطراب نمائي عصبي يتميز بالقصور في التواصل الاجتماعي والأنماط السلوكية المقيدة أو المتكررة، ويجب أن تكون خلال فترة الطفولة المبكرة. أنت ذكرت السلوكية، يعني شو هو السلوكية اللي بيلاحظ فيه على الطفل؟ يعني خلينا نركز على التعريف، ركزت على معيارين. معيارين في التشخيص هي المعيار التواصل الاجتماعي ومعيار السلوكيات النمطية المتكررة. معيار التواصل الاجتماعي يتميز بقصور، يعني نحن لا نقول بعدم وجود تواصل اجتماعي بتاتا، فهو الطفل مختلف ومولود، يعني الطفل يكون مولود متوحد، يعني ليس هناك أسباب بيئية بعد الولادة سببت له التوحد كما هي معروف يعني كخرافات موجودة بين المجتمع، خاصة لما بيقولوا أنه عم تحطوا الطفل قدام التي في أو بعمر مبكر بعمر 6 أشهر أو مثلا 7 أشهر هو راح يصير معه توحد، هل برأيك هذا الكلام صحيح أم لا؟ يعني نحن سنتطرق إلى هذه الخرافات بعد ما يعني نفصل التعريف أنه هذه ما هي الأعراض التي ممكن أن نشخص بالتوحد، لأن هذا ضمن الخرافات، يعني ضمن الخرافات اللي موجودة في عن التوحد أو عن اضطراب طيف التوحد. فالمعيارين تكون التواصل الاجتماعي، وتندرج تحته 3 سمات أو 3 أعراض واضحة، والمعيار الثاني هي الأنماط السلوكية المتكررة التي هي يعني obvious، يعني فقط ظاهرة جدا، وهي تندرج تحته 4 أعراض. وكانت سابقا يعني في الدليل التشخيصي DSM-5 كان هناك 12 عرض لكن اختزلت منه 5 أعراض والآن هي 7 أعراض، يعني هذا الأبديت في التشخيص التوحد آخر ما توصل إليه العلماء في مجال التوحد أو اضطراب طيف التوحد. طيب ما هو 3 أعراض اللي أنت تكلمتي عنه بالبداية؟ يعني تحت مسميات الأعراض التواصل الاجتماعي هي عدم تمكين الطفل في بداية قدرته، لا أقول عدم أو قصور، يعني فيجب أن قصور أو نقص في التواصل الاجتماعي مع الآخرين، وتبدأ من الأسرة، لا يستطيع أن يبدأ محادثة أو ينهيها، يعني حتى لو بدأنا بالمحادثة لا يستطيع إنهاءها، لا يستطيع أن يستمر في علاقة، يعني لديه قصور في العلاقات الاجتماعية أو التواصل مع الأصدقاء أو الأقران، يعني أو العائلة بالذات، فنراه يتجنب الناس، يعني معظم الأوقات هو متوحد مع نفسه أو
مع يعني يفضل أن يكون في عالمه الخاص كمان. في عالمه الخاص هاي يعني وفيه يعني تفاصيل دقيقة معينة. مثلا يختلف طفل من آخر طفل من آخر يعني في هذه السلوكيات أو هذا التواصل يختلف سواء كانت لفظية أو غير لفظية هذا التواصل سواء كان لفظي أو غير لفظي يعني عنده أيضا عدم تواصل عاطفي فنحن يعني العاطفة المين اللي نتعلمها من الصغر الخمس سنوات الأولى هي الخوف والغضب والفرح والحزن هذه العواطف تكون غير واضحة بالنسبة للطفل التوحدي فهو لا يفهم هذه المشاعر من خلال ملامحنا بالضبط فهذه هي المشكلة بالضبط. يعني يبدأون أنه لا يستطيع التواصل بالضبط. لأنه لا يفهم له عنده قصور نمائي بالدماغ في مجال الانتباه الإدراك المناطق الحساسة اللي موجودة بالعاطفة العاطفية فيكون هذا القصور طبعا يظهر في السلوك طيب خلينا نحكي شوية عن السلوكيات المتكررة بالضبط صح السلوكيات المتكررة هذا هو الظاهر ونحن يعني الأم ببساطة تستطيع أن تشخص طفلها أو تكون خبيرة بتشخيص طفلها كطفل توحدي أولا دائما الأم تقارن طفلها بالأطفال الآخرين هذه طبيعة كل الأمهات يعني في فترة النمو خاصة خمس سنوات الأولى حتى بالسنتيم ليش ابنك ابن فلان أطول من ابن فلان ليش هيك يعمل وليش هيك يعمل فأكيد هي ستقارن طفلها بأطفال الموجودين حواليها فتظهر صفات فعلا في الشهور الأولى وأنا أقول في الشهور الأولى لأن التواصل الاجتماعي تكون في الشهور الأولى المناغات فترة المناغات فترة إنه تندهين اسم الطفل وما يستجيب نعم. يعني الطفل ليش ما يستجيب تشكين إنه عنده مشاكل بالسمع بالضبط. ليش ما يستجيب فعنده يعني مشاكل بالأكل لأن هناك قصور يعني الطفل التوحدي ليست له فقط مشكلة بالدماغ أو النمو الدماغي لا مشكلة بالمناعة مشكلة بالجهاز طيب. الهضمي مشكلة بالأحاسيس إذا حكينا عن بالضبط إذا حكينا عن مثلا الدروس اللي بيعطوها الدكاترة لأفراد العائلة الطفل التوحد يعني إحنا في فرق بين الماضي والحاضر صح. صار تطور بالطب صار تطور بالحياة يعني شو الفرق اللي صارت شو الدروس المعينة اللي تعطوها صح. للأفراد العائلة حتى يقدروا يسيطروا على طفلهم المتوحد يعني نحن حاليا كقسم التربية الخاصة لدينا مثلا دورات دعم وتوعية لأسر أطفال التوحد في المراكز يعني نحن على تواصل مباشر لأن نحن لدينا خريجين مدربين ومعلمين لأطفال التوحد وذوي الإعاقة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة عامة ولكن للتوحد بالذات ولدينا أخصائيين خريجين طلاب دكتوراه بالتوحد فإذا احنا الشخص نتصل مباشرة عن طريق المراكز الموجودة المراكز يعني الأهلية يعني عندكم مراكز متخصصة لمعالجة الطفل نحن التوحد. ليس لدينا مراكز بل توجد مراكز حكومية وغير حكومية موجودة للتوحد ولكن نحن الجهة الأكاديمية الذي ندعم هذه المراكز أو الجهة التطبيق يعني الجانب التطبيقي والتريننج واللي نخرج المتمرسين في هذا المجال في التوحد طيب بما أنكم يعني عم خلينا نقول كوعي مثلا عم تعطوا للعائلة كيف يتعامل مع الطفل صح. التوحد وخاصة أنتم كفريق طبي نفسي أكيد يكون عندكم مثلا اهتمام خاص للأطفال التوحد وأيضا استمرارية في صحته النفسية والاجتماعية أنتم كأطباء عم ترسلوا أو مثلا عم تتواصلوا مع عائلات لكل فترة مثلا كل فترة مثلا عم تتواصلوا مع عائلات حتى تطمنوا على أطفال التوحد خاصة في هذه الفترة الصيفية أيضا كنت أزور يعني العوائل زيارات خاصة لعوائل أنا تبنيتها يعني تبنيت الأم والأب للصحة النفسية هذا عن طريق يعني الشخصي أما عن طريق
المراكز قمت بدورات وسيمينارات ومحاضرات لأولياء أمور التوحديين لتوعيتهم. يعني كلما ازدادت دائرة أو وسعت دائرة معرفة الأم والأب بطفلهم التوحدي كلما تقبلوا الطفل بصورة أسرع وكانوا سباقين لعلاج أو تماثل التماثل لشفاء للطفل من التوحدي. طيب دكتورة ميديا، في بعض الأحيان تشعر العائلات بالحزن واكتئاب عندما خاصة عند اكتشاف أن طفلهم فيه توحد، شو الخطوات اللي خاصة الخطوات يعني العائلية؟ أنت يعني بتعرفوا هذا الموضوع جدا صعب بالنسبة للعوائل. هي أي يعني كل أم وأب ينتظر طفل أو ينتظر قدوم طفل للحياة بكامل الأمل بمستقبله وبكل تفاصيله. نعم. حتى يعني هناك أمهات يؤكدون على تفاصيل وملامح معينة للشكل لطفلهم. فعندما يولد طفل ومعه هذا القصور أو هذا الاختلاف، أنا أقول مرات أقول يعني حرام إنه كرأي الشخصي نقول عليهم إنهم مضطربون، إنهم مختلفون فقط. يعني إنهم مختلفون يجب علينا أن نفهم اختلافهم فقط. بالضبط. يعني وصعب. يعني مختلفون بصعوبة. بالضبط. يعني يعانون من صعوبات، ولكن يعني أنا أقول فترات الكآبة والحزن تبدأ بعد تشخيص الطفل بالتوحد للوالد والوالدة، يعني هناك مراحل شخصها العلماء بست مراحل يمر بها أي أسرة يولد عندهم طفل توحدي. إنه يبدأ بالشعور بالصدمة، يعني الصدمة، وما بعد الصدمة يبدي الحماية الزائدة، الشعور بالذنب إنه أنا السبب، أنا سويت خطأ بحياتي، رب العالمين يعاقبني على هذا الخطأ. إنه بعدين يمر بفترة الدينايلينج، نكران الأمهات. يعني أنا سويت دراسة على نشرتها بالدراسة على أمهات الصحة النفسية لأمهات أطفال التوحد، يعني لديهم درجة عالية من الدينايلينج، يعني النكران أو البرفكشنستك. هذا الشيء بيرتبط معكم لحتى أنتوا يعني هذا الشيء بيرتبط معكم لحتى أنتوا فيكم تأقلموا الأم والأب على حق طفلهم. صح، يعني يأتي آخر مرحلة، يعني بعد فترة الاكتئاب والصدمة والحزن والبحث عن الحبة السحرية لعلاج التوحد. يعني خلي أنوه إنه ليس هناك علاج شفائي تام لأطفال التوحد، لأنهم كما في كل الاضطرابات أو الأمراض الطبيعية موجودة. يعني في ليس هناك علاج شافي تام للسرطان، ولكن مثل ما نعرف السبب، يعني نحن نعرف السبب، ولكن فقط نقدر على الأعراض، يعني نقلل من الأعراض. نفس الشيء بالنسبة للطفل التوحدي. فالدعم يبدأ عندما يبدأ الأسرة بتقبل الطفل، تقبل فكرة أنه عندهم طفل توحدي. سبحان الله. عندما تبدأ التقبل هناك خطوات. الخطوة الأولى التواصل. صح، التواصل مع الأخصائيين. جميل. أي التواصل مع الأخصائيين. ثانيا الاستغناء، يعني الاستغناء عن الحماية الزايدة للطفل المعاق أو الطفل ذوي الاضطراب. الحماية الزايدة، عامله كمعاملة أي طفل طبيعي موجود عندي، أو الأطفال الطرق التربوية اللي عامله كطفل، يعني هو بحاجة إلى فقط تكرار أكثر. أها. طيب دكتور، بما أنك ذكرت مسألة التكرار، هل توجد طرق فعالة لتحسين مهارات الاجتماعية للطفل التوحد؟ أكيد، بما أنه يشخص الطفل التوحدي بمعيار التواصل الاجتماعي، فأن أغلب البرامج التي خصصت للعلاج هي على المهارات الاجتماعية، والبرامج عالمية وتطبق في مراكزنا، ولو يعني نحن نحتاج إلى مهارات أكثر أو أشخاص بروفيشنال أكثر، أخصائيين أكثر،
وفي لتدريب الكوادر، لكن نحن الآن كقسم التربية الخاصة أصبحنا سباقين لتخريج هؤلاء المدربين والمتمرسين في هذا المجال الحمد لله. فإنه هذا المجال يعني البرامج العلاجية أغلبها برامج تربوية تعتمد على المثير والاستجابة والتعزيزات، يعني أهم شيء استخدام المعززات لتحسين مهاراتهم الاجتماعية بالضبط، وتبدأ من العائلة. بما احنا هلا عم نشوف على الشاشة ألعاب اللي بيلعب فيها أطفال، خلينا نحكي شوي عن طرق ومهارات خاصة أو ألعاب الإبداعية في تغيير أو تحسين سلوك الطفل التوحد. يعني رأيك هل يوجد؟ هل يوجد ألعاب متخصصة لأطفال التوحد؟ طبعا هناك حتى يكون تحسين أيضا ل الآن يعني بدءا بالبرامج التربوية أو الأخصائيين التربويين يعني استخدموا، لأنه في المراحل الأولى أيضا يكون التوحد يشخص في المراحل الخمس سنوات الأولى، فيفضل البرامج تكون بها ألعاب وتقنيات عالية لتستخدم مع أطفال التوحد، وبما أنهم عندهم قصور في التواصل الاجتماعي فتكون أكثر هذه الألعاب، وقصور في التواصل الاجتماعي أيضا وقصور في الإدراك والانتباه التواصل البصري يعني أكثر في التواصل البصري، فهذه البرامج مخصصة يعني مثل برامج الـ ABA برامج التطبيق السلوكي، برنامج ABA وبرنامج أبوس وبرنامج تيش وبرنامج كلها برامج عالمية ترجمت وقننت هنا في قسمنا وتدرس لطلابنا في المراحل المتعددة ليطبقوها، وكلها معها يعني مصاحبة للألعاب. حلو. يعني أنا أقول لك إنها عملية مكلفة للأم والأب، ولكن يجب أن تكون يعني مع استخدام هذه الألعاب يجب أن تكون هناك متخصصين حسب مراحل نمو هذا الطفل. حلو. يعني الطفل التوحدي لأنه يمر بفترات حرجة يجب أن يكون حسب المرحلة العمرية وحسب تواصل الطفل. جميل جدا، خاصة تعاملك جدا وكلماتك جدا إيجابية، ولكن رح نرجع نكون مرة ثانية أكيد رح نرجع نحكي عن اضطراب طيف التوحد، وخاصة مع دكتورة ميديا. دكتورة ميديا، إذا نحن سمعنا عن بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة باضطراب طيف التوحد، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني يرجع الفضل لأستاذ الدكتور عادل الصالحي لإبراز هذه الخرافات بصورة جميلة جدا، وأنا كنت يعني كزميل كصديق وك يعني تعلمت منه الكثير عن مجال التوحد الحمد لله. وأنا عضوة في اللجنة العليا بالتكفل معه يعني في التكفل باضطرابات طيف التوحد على مستوى العراق. فالحمد لله يعني هو ركز على هذه الخرافات وأنا على لسانه يعني خلي ما تكون من عندي، على لسانه يرجع الفضل له، أن هناك خرافات ويعني منتشرة مرات يعني تستغربين أنه منتشرة بين الأطباء، يعني تسمعين عن لسان الطبيب أو عن لسان استشاري أو مختص، فهذه مشكلة عندما يكون الخرافة على لسان علمائنا صح؟ بالضبط. فإذا إحدى هذه الخرافات هي إنه ما دام اضطراب طيف التوحد نعرف أسبابه، أو يعني هناك أسباب متعددة لاضطراب طيف التوحد، ما دام هناك وجود لسبب لهذا الاضطراب فأيضا يجب أن تكون هناك علاج. لا، هذه خرافة. هناك كثير من الأمراض على مستوى العالم، كثير من الأراء نعرف أسبابها، مثل الإيدز، مثل الإيبولا نعرف أسبابها، ولكن ليس هناك علاج شافي، يعني ليس هناك هذه الحبة السحرية للتخلص من هذا الاضطراب صح؟ بالضبط. هناك خرافة أخرى مهمة جدا، يعني أنه أطفال التوحدين هم العباقرة، عباقر فعلا. أنا طفلي توحدي وذكي، يعني ذكي جدا، مع الأسف يعني هم كالأطفال الطبيعيين
يرثون الذكاء من العائلة، يعني يرثون الذكاء من الأب والأم. لماذا تقول أنت كأب يعني بسيط أو مستوى ذكائك متوسط إنه طفلي عبقري؟ يعني هذا لأن 10% فقط من أطفال التوحد لديهم نسبة ذكاء عالي فوق المتوسط ويعتبرون من العباقرة، ولكن يعني النسبة الأخرى قد يعانون من التخلف أو الذكاء العادي يعني الذكاء المتوسط، ويتوقف تشخيص وعلاج التوحد على يعني نسبة ذكاء الطفل التوحدي، لأن يساعدنا كثيرا في طرق العلاج واستخدام طرق العلاج نسبة الذكاء ومستوى التوحد، لأن هناك مستويات للتوحد. نعم. طيب دكتورة ميديا، كيف يمكن للوالدين تمييز بين سلوكيات الطفل التوحد وسلوكيات الطفل الطبيعي؟ والله أبسط ما يكون، يعني أم حتى لو تكون الأم غير متعلمة، أمهاتنا القدماء يعني بالضبط أو الجدات، يعني الأم بفطرتها بغريزتها تعرف الشيء الطبيعي من غير الطبيعي للطفل بالنسبة للطفل. فإحنا يعني هناك عرف بتربية الطفل أو نمو الطفل خلال 5 سنوات الأولى، إذا اختلفت هذه السلوكيات أو التواصل الطفل عن الطبيعي الأطفال الطبيعيين أول مرة بالمقارنة، مقارنة الأم مع أطفال آخرين، وإذا كانت الأم يعني طفلها البكر مصاب بالتوحد، فهنا يكمن المشكلة، لأن مرات يتأخر التشخيص، يعني تنكر إنه هذا طفل مو طبيعي، ولكن تبدأ مثلا بالثلاث الشهور الأولى يعني المناغات أو الاستجابة للأصوات بالضبط، لا يوجد استجابة قصور للأصوات قصور جدا. الضحك الضحك أول ملامح التواصل طفل بالضحك يكون قليل جدا، أو التواصل البصري خاصة التواصل البصري، يعني إحنا أول ما نشتغل بالعلاج نشتغل على البصر، عندما يكون هناك انتباه بصري بينك وبين أي شخص فهذا طفل التوحد لا يوجد هناك تواصل عند البصر. لا نقول لا يوجد، نقول قصور. يعني يجب أن نستخدم الكلمات في مكانها، يعني نقول قصور قصور في يعني في اللغة، يعني كان هناك معيار بالتصنيف هي معيار اللغة، يعني إنه لا توجد لغة أو هناك قصور في اللغة، لكن أبعدوا هذا المعيار. ليش أبعدوا؟ لأن يعني بعد البرامج تطبيق البرامج العلاجية عليهم نقدر نخليهم حتى الطفل الغير ناطق نقدر نخليهم يعني ينطقون كلمات، ولكن لا يعرفون مدلولات هذه الكلمات أو كيف يستخدموها أو لا يستخدموها، يعني يفضلون الإشارة، يفضلون سحب اليد وطلب الشيء عن طريق سحب اليد. يعني طيب دكتورة، ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهونها في تعامل مع الأفراد وأيضا المصابين باضطراب طيف التوحد؟ أول أمر، عندما تكون اضطراب طيف التوحد مصاحبة باضطرابات أخرى مثل؟ هذا أصعب شيء. مثل الوسواس القهري، يعني لأن يتداخل مع السلوكيات ويصبح سلوكياته جدا يعني شخص غير مرن بتاتا، عنيد بتاتا، يعني يعني يكون المرونة أو يعني الوسواس القهري أو الكآبة أو القلق أو مصابين، يعني نجد مصابين بالداون سيندروم وتوحدي. داون سيندروم دائما عليه الضحكة والابتسامة، الأطفال المبتسمون، ما هذه الفئة يعني أحباب الله يعني مبتسمون، ولكن عندما تصاحبه التوحد تجد خطوط الدموع على وجوههم محفورة على وجوههم، فيعني يأتي صعوبة التوحد عندما تتداخل مع أمراض نفسية واضطرابات نفسية وطريقة معاملة العائلة. ثانيا الأسرة، أساليب معاملة الأسرة خاصة يعني الأسلوب الحماية الزائدة أو الإهمال الزائد أو يعني طرق غير تربوية أو النكران، يعني إنه موجود إنه هذا الطفل موجود بالعائلة، تفرقة بين الطفل لأن هو بيحس بس ما يعرف يعبر، يعني هو عنده كل شيء
بس ما يعرف يعبر يتواصل معك انه انا حزين انا بدي هذا الشيء. مرات يعني يتوقف قدام الشيء اللي هو بده ما يقدر ياخده، يعني ما عنده هذا المبادره باخذ هذا الشيء الذي هو يريده. يريد يقول لك احبك، ما يقدر يعبر بالحضن او يمكن بالصراخ او بالبكي يقدر يعبر على هذا الشيء، او مرات يعني يلمسك تحت الذقن هيك، يعني لمسه للام، يعني هذا للام خاصه للام، لمسه على الخشم على اليد، يعني هذه اللمسات الحب او التعبير عن الحب الله. عنده يعني طيب. صعبه سبحان الله دكتوره، شكرا جزيلا لك دكتوره ميديا عبد الخالق عثمان، اخصائيه الصحه النفسيه واستشاريه في اضطراب طيف التوحد، شكرا جزيلا لك. يا اهلا وسهلا، شرفتينا في ناس شكرا يا اهلا وسهلا.